في العالم كان ما تيجي تدعي زوجك لو نسمع المعلومات فواجهتنا المشكلة زي ما ذكر الأخ الاسم من المرة أحمد بابيكين فالتمكين الآن في الحالية إنه كيف نجمع يعني معلومات عن الأشخاص الموجودين والأجواء المختلفة اللي بيمروا بها هؤلاء الشباب في الحتات المختلفة وبحيث إنه المعلومات دي تكون معلومات مكتملة وتكون معلومات صحيحة في نفس الوقت يعني ما عاوزين معلومات ناقصة وما عاوزين معلومات خاطئة يعني وبرضه طبعاً ما عاوزين المعلومات تكون يعني duplicates تكون مكررة وكده عاوزين معلومات تكون صحيحة أنا طبعاً بالنسبة لي زي ما ذكرت المرة الفائتة الكلام ده كان قبل يومين نحن كشعب يعني كشعب عالم ثالث يعني وإن شاء الله نكون بعد شوية نمشي في مصافة الأمم يعني يعني عندنا مشكلة بتاع التوثيق للأشياء اللي بتحصل عندنا مشكلة كبيرة بتاع التوثيق وأنا كلام تكلمت عنه المرة فاتت apart from the objective بتاعنا الأساسي يعني عندنا ناس two objectives الأوبجيكتيف الأول إحنا عاوزين نحصر الناس والأوبجيكتيف الثاني عاوزين نحصرهم لشنو كويس فنحن الأوبجيكتيف بتاعنا نمرة واحد عاوزين نحصر الناس بعد ذاك المعلومات دي يعني عاوزين نستفيد منها في الأوبجيكتيف بتاعنا اللي هو إنه نحاول نقدم للناس ذيل المساعدة بنقدر نقدمها لهم إذا كانت من ناحية أكاديمية في الفورمال إدوكيشن أو في الإنفورمال إدوكيشن سواء الأشياء المختلفة يعني وفي المراحل المختلفة إذا كانت المراحل الجامعية بنهتم من المرحلة الجامعية والقدام يعني كويس الناس في اللي بيعملوا دبلومات الناس اللي بيعملوا بكالوريوس الناس اللي بيعملوا دكتوراه بروبلي الناس اللي بيعملوا يعني درجات اعلى من اعلى من الماجستير ودرجات دكتوراه وكده يعني من كل الحاجات اللي هي ابف المرحله الثانويه فكان السؤال اللي هو يتناقش كثير وكان في اقتراحات كثيره من الشباب يعني في الجروب انه كيف نقدر نحصر النازل ونحصرهم بطريقه صحيحه وبدون ما يكون في مشكله مع الناس اللي انت بتمشي تجمع منهم المعلومات. طبعا كان الراي السائد بانه لازم يحصل كوردينيشن بيننا وبين اللجان المختلفه اللي هي موجوده في الميدان. فده دي حاجه لازم تتنسق يعني ميبي على المستوى بتاعي انا ومع الدكتور انور ميبي يكون في تفويض من بعض مننا احنا لبعض الاشخاص انهم يقوموا بالعمليه بتاعه الكوردينيشن لكن لازم يكون في عمليه بتاعه الكوردينيشن الحاجه الثانيه انه الناس اللي هم بيقدموا يقوموا بالعمل ده نحاول نديهم نوع من الايدنتيفيكيشن اذا كان بطاقه او ميبي لبس يكون واحده منهم يكون في حاجه تثبت بانك انت بتنتمي للجهه الفلانيه واللي هي اللجان بتاعه الفيلد تكون عارف بان والله اخذ الجهه الفلانيه ديها مسموح لها بانها تجمع المعلومات وانه المعلومات دي ما حتتسرب وانها حتستعمل بس لأغراض مفيدة للصبة بتاعتي كويس؟ واحدة من الحاجات المهمة جدا أنا ذكرتها واحتمال ده حاجة جانبية وأنا الكلام ذكرته المرة الفاتت إنه جسد إنك تعرف أسماء الناس كانوا الموجودين هنا في الفترة الحرجة دي والفترة المهمة من تاريخ البلد يعني يصلي إنك تكون عارفهم وتكون متأكد بأنه المعلومات دي صحيحة المعلومة دي يا جماعة معلومة مهمة شديد معلومة مهمة شديد جدا بالنسبة لك أنت كشخص وبالنسبة لأولادك في المستقبل بالنسبة لأولادك في المستقبل وأنا عاوز الناس يذكروا المعلومة دي وأنا ذكرت المرة الفاتت مثال بسيط جدا إذا واحد فيكم مشى أي حتة من الدول المتقدمة يعني بتلقى دائما بيكون عندهم يعني بعض السيمبولز إذا كان حيطة مثلا أو إذا يكون عندك مبنى ضخم والحاجة دي تلقى فيها أسماء الناس شاركوا في إيفنتس مهمة زي الحروب مثلا الحرب العالمية الأولى كويس تلقى حيطة كبيرة زي الحيطة بتاعت القيادة دي فيها أسماء الناس كويس فلان الفلاني المنطقة بتاعته فلان الفلاني وكذا يقول لك مات في اليوم الفلاني فلان الفلاني مثلا اعتقلوه في الحتة الفلانية ومات في الحتة الفلانية بعد الفترة دي كلها يعني الحرب العالمية كانت في 1920 يعني الحرب العالمية الأولى تلقى أولادهم بعد 100 سنة ما يبي بعد 90 سنة كويس واحفادهم كده تلقاهم واقفين قدام الحيطه دي وبعدين بيكونوا فيري براود انه والله اسم جدنا موجود في الحيطه دي
فأنا متأكد بأنكم أنتوا هسه بتصنعوا التاريخ، فلازم تسجلوا التاريخ ده لنفسكم. كويس؟ يعني أنا بتخيل بأنه في يوم من الأيام يعني إحنا ممكن نطلع كتيب جلس فيه واسمع الناس. وأنا سألت إكزامبل ظريف جدا، إنه عندنا في كلية الهندسة قريب قبل 3 سنين في 2016 كان عندنا احتفال بتاع مبنى كده افتتاح وكده، فقررنا بأنه نجمع أسماء الناس، جلس نجمع أسماء الناس اللي تخرجوا من كلية الهندسة من سنة 1939. كويس؟ فالكتاب ده أنا عندي نسخة منه، الكتاب ده ما فيه أي معلومات كثيرة، بس السنة الفلانية أسماء الناس اللي تخرجوا، السنة الفلانية أسماء الناس اللي تخرجوا. كويس؟ صفحة وراء صفحة وصفحة وراء صفحة، صفحات كثيرة جدا. كويس؟ فبيوني بعض الناس. كويس؟ وأعرف أن والله يعني عندهم جدهم ولا عمهم ولا بتاع يتخرج سنة 51 سنة 53، أنا زي الكتيب ده ويغوا يصير اسم جدهم ولا اسم أبوهم ولا كده في الكتيب، بعض منهم والله يبكوا. واحد تلقى دموع يعني يكون مثلا جده متوفى ولا كده، يلقى مثلا اسم مكتوب، ما تتخيلوا المعلومه دي مهمه شديد. فانا عاوزكم انتم ما تضيعوا الفرصه دي، بغض النظر عن انه الواحد يلقى مساعد وما يلقى مساعد، المعلومه دي يا جماعه مهمه شديد. انا اي نو فور شور انكم مثلا عين تصوروا في فيديوهات بتخش الفيسبوك، لكن انا باكد لكم الصور دي كلكم حتضيعوها لانه كلها موجوده في الموبايلات بتاعتكم وحتضيع منكم كلكم. كويس؟ واحد يطلع من هنا يستلم منك الموبايل موضوع. كويس؟ انا واحد من الناس بحب التوسيع. كويس؟ وبحاول احتفظ بنسخ مليون نسخ من الصور اللي بتاعتي. عندي صور من سنه 71، سنه 71 عندي صور محتفظ بيها لحد الان. كويس؟ فالعمليه بتاعت التوسيع دي عمليه مهمه. فنتجاوز العمليه بتاعت اهميه التوسيع، لكن الناس عندنا اوبجيكتيف بتاع انه عاوزين نجمع اسماء الناس وعاوزين نشوف يعني كيف نجمع الاسماء دي تكون صحيحه. نوت جست الاسماء، لكن في معلومات اضافيه تو اسوشيت المعلومات دي بالاسماء. كويس؟ ميبي مكان السكن، ميبي اي دونت نو، ما بالضروره تاريخ الميلاد كامل، ميبي جست السنه، لانه تاريخ الميلاد كامل يعني انا بفتكر بانه حاجه سريه يعني بالنسبه للزول، لكن ميبي السنه بس بتاعت الميلاد. كويس؟ مكان السكن. كويس؟ ومعلومات ثانيه الوضع الدراسي هسه انت هسه وين يعني في ناحيه الدراسه؟ في جامعه. كويس؟ ميبي بعض الناس ما في جامعه يعني. كويس؟ هاي بتشغال شنو؟ معلومات زي دي يعني افتكر بانه الناس الموجودين ديل ما في زول يعني بيرفض يديك معلومات معلومات يعني معلومات عاديه يعني. انا شخصيا لو سالتني من يسرا كم بديك؟ لكن لو قلت لي يوم كم شهر كم ما بديك؟ لانه دي معلومه اضافيه ممكن تطلع بها جواز يعني. كويس؟ فنكون كيرفول في نوع المعلومات المطلوبه ونكون دقيقين ونحاول نجمع المعلومات دي باسرع وقت. فندي الفرصة للشباب قبل ما يكون في ديسيشن يعني ندي الفرصة للدكتور انور. طيب يا اخوان الناس في اللايف الاسئله بيكون داخلين وما عارفين الموضوع شنو، الموضوع انه في مبادرة طرحت من الباحثين السودانيين والمشرف بتاعها بروفيسور شريف. المبادرة كالتالي، انه والله يا اخوانا من يوم 6 ابريل في ناس ضحوا بدمائهم وبارواحهم وبجسدهم وبزمنهم وبحياتهم وصبوها هنا ده، وهم امنوا الاعتصام وامنوا انه والله احنا ماشيين نسي حاليا في اتجاه دوله مدنيه وديمقراطيه ان شاء الله وكده. الشباب ديل في جزء منهم يعني ما كان عندهم شغل، في جزء منهم طلاب بتوع الجامعات، في جزء منهم زي احمد بابكر ده من سوارع على النفق، الناس اللي بتدقوا ديل الله يديهم العافيه، خريج جامعي بتاع اي تي من جامعه النيلين وعنده طموح انه يعمل ماجستير وكده وكده. فنحن الباحثين السودانيين ممكن نساعدهم لانه دي حاجه بنعملها نحن اصلا. عندنا مجموعات مختلفه للمنح الدراسيه، المنح في كوريا، المنح في انجلترا، في امريكا، في غيره. وكل مشرف بتاع مجموعه بتاعت منحه هو زول اخذ المنحه قبل كده وعارف اجراءاتها كيف. فدي حاجه احنا مدربين عليها، دي نمره واحد. نمره اثنين، المجموعه فيها 471 الف عضو. فالعدد بتاع الناس ده لو الناس اتبرعت بقروش عشان ندفع لزول مثلا لمعهد ولا لجامعه ولا لكليه، العدد كفيل بانه يغطي الحاجه دي. وده الريسبونس اللي لقيناه، يعني الاستجابه بتاعت الناس، اخوانا دايرين نعمل كده رايكم شنو؟ الاستجابه كلها كانت ايجابيه، انا مستعد. في واحده يا اخوانا يعني للتوسيع رسلت لي في الخاص قالت لي انا مستعده ادفع من مرتبي مليون شهريا. يا اخوانا ده ما التزام بتاع حديك مليون، ده التزام مستمر طالما مرتبه وطالما المبادره دي شغاله. في الناس بتوع معهد قال بيدربوا في تطبيقات الحاسب الالي سوفت وير، وبيدربوا في صيانه الموبايلات
وبيدربوا في صيانة المكنات التصوير وبيدربوا في تركيب الكاميرات بتاعت المراقبة. الناس دي قالوا أي كورس للمبادرة دي احنا هنشيل من الناس 40% بس، الكورس لو بمليون هنشيل منه 400 بس مهما كان عدد الناس. أسي قبل شوية كنت بهناك بتكلم مع محمد المهدي اللي هو بيدير بيمتلك ويدير معهد اسمه ميديا بريس. ميديا بريس دي بيدوا الباحثين السودانيين العضوية بيدوهم منح تدريبية في اللغة الإنجليزية من المستوى الأول لحد المستويات المتقدمة، وبيدوا منح تدريبية للباحثين السودانيين الأعضاء بتوع المجموعة في التجهيز لامتحان الآيلتس بتاع اللغة الإنجليزية المؤهل للمنح الدراسية. فدي حاجة احنا نقدر نعملها. أن احنا المفروض أسي في خطوة لما المعلومات حصر الناس منو فئته مرحلة ومحتاج لشنو عشان نعمل التنسيق ده. التنسيق ده بنقدر عليه، وان احنا الجزء بتاع الحصر ده عملنا له مجموعة بتاعت واتساب. المجموعة بتاعت الواتساب فيها جزء من سوار النفق، جزء من سوار المتاريس، وجزء من الخدمات ولجان الأحياء. الحاجة اللي واجهتنا، المشكلة اللي واجهتنا، انه واحد من الشباب بتوع المتاريس بدأ يلم، عبد اللطيف بدأ يلم المعلومات من زملانه، مسكونا ناس الاستخبارات على أساس إنه هم نجي. فلسه العقلية والبارانويا بتاعت إنه والله الزول ده هم نجي وما هم نجي، لأن الموضوع مرتبط بالمعلومات. فالجلسة بتاعتنا دي هسه عشان نوري الناس الحصل شنو، ونطلب مساعدتكم كلكم في تدونا آراء في إنه نعمل شنو بعد كده. الحصل لحد هسه إنه قدرنا نحصر 16 شخص، كان داكا واحدة و15 ثائر موجودين ما بين لجان الأحياء وما بين المتاريس وما بين سوار على النفق. فالحاجة دي الناس اقترحت إنه الناس تعمل مرايل للمبادرة وتعمل معاها بطاقة ولا حاجة على أساس إنه الناس يبقوا معروفين. خاطبنا اللجنة الإعلامية للمسرح الرئيسي على أساس إنه يدونا مخاطبة. الحاجة اللي بتجي من المسرح الرئيسي بيكون موثوق بيها. فلسه ما جانا منهم استجابة، لكن في زول وعد جبيل بأنه والله حيدونا فترة بتاعت مخاطبة، لأن احنا بنخاطب هنا من المسرح بتاعنا بتاع الباحثين السودانيين، لكن المخاطبة المسرح الرئيسي بتوري الناس أنه في حاجة زي دي. الحاجة المحفزة والمشجعة أنه السودانيين أصلاً بيحبوا العلم وبسكوه. يعني الموضوع ده لو احنا واصلنا بس في الجمع والورد أوف ماوس، كل واحد كلم الثاني أنه والله يا أخي الباحثين السودانيين دي عندهم منح دراسية، الناس بتجي هنا برا في المسرح يعني. فأسئلة لنا نحسب ذهنياً في أنه المفروض يحصل شنو؟ عشان حاجتين. الحاجة الأولى أن نحصر الناس المستحقين. أن إحنا ما قاعدين نعمل الحاجة لكل الناس حتى ما صابنا، لكن هسه إحنا دارين نركز على المستحقين للمنح دي، الناس الصبوها وقت الحارة يعني، وقت ما كلنا مكندشين ومبردين وبتاع. الناس دي كانوا هنا ملتزمين بالاعتصام ده. الحاجة الثانية اللي هي الموضوع بتاع التوثيق ككل، إنه إحنا نعرف منو كانوا موجودين في الاعتصام وأدوارهم ومشاركتهم وكده، لأن الحاجة دي الأجيال الجاية. فأي أفكار في الموضوع ده أخوانا المايك يعني ليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. معمر إبراهيم إعلامي. فالله المبادرة اللي ذكرت طيبة جدا، ونتمنى إنه يعني تطرح في المنبر الرئيس عشان باقي الناس يعني عموما الناس تفهم المبادرة وأهدافها، عشان الناس ما تخم الناس سايد لما انت تقول تجمع لك معلومات. الزمن ده يعني شوية في حساسية من الشباب، فممكن يعني برضو نحن يعني كإعلاميين الفكرة دي أنا حضرتها وسمعت المبادرة، إن شاء الله نقف معاكم يعني وندعمكم من ناحية إعلامية. فالكلام طيب جدا، فالمبادرة بس يا ريت يعني التسويق لها يتم في المنصة الرئيسية هنا، ويعني ده هاي طيبة جدا وبتحمد جدا، ولأن الشباب اللي كانوا قاعدين في النفق حتى الوكالات العالمية يعني وثقت الحاجة دي، وزي ما شايفين في صحف بريطانية يعني ذكرت الحاجة دي في عنوان كبير في الصحيفة، قالت جمهورية آل النفق يعني سبحان الله. فهم مهتمين يعني فعلا، احنا لو ما مهتمين في ناس تانيين مهتمين بثقافتنا، وكان حتى تداخلهم داخل مقر الاعتصام هنا دارين يكتشفوا اللي هاي جوا الشباب دي وحركتهم دي يعني ما عادية يعني. فعلا الاعتصام ده
شخص للهمم والأفكار. يعني الناس ما جاي هنا يعني تكون إكسايد. في ناس عندها أفكار وفي ناس عندها مبادرات طيبة دار تعملها. فالناس تستفيد الحق وتستفيد من القعدات دي. وإن شاء الله ربنا يعينكم ونحن معاكم إن شاء الله. طيب في بتكلم على ثلاثة نقاط. النقطة الأولى إنه بتمنى إنه يتعمل اسم للمبادرة ما زي ما في فول برايت في أسماء إنترناشونال. إحنا عايزين نديها اسم يكون اسم آيكونيك ومربوط بالثورة بكده والناس تكون عارف إنه دي من حتى الحاجة الفلانية بتديها قيمة التاريخية. الثانية تخيل لي إنه بعد جمع المعلومات بعدها بيبتدي التحليل حقها ومفروض أشارك في كله لأنه ما كل زول هو عايز يمشي في المجال الأكاديمي مثلا. ما كل زول عايز يعمل دراسات عليا. في زول ممكن يكون الآن متعلم في مراحل أولية جدا يعني. فنحن تخيلين بنحلل وبعدين بنبه زي أدفايزرز للناس إنه أفضل مجال ممكن يمشي فيه كيف ممكن يكون زول تعلم صنعة في النهاية تديه العيش الكريم زي ما بقوله حد الكرامة في حياته يعني. فبيبقى ده الدور تاريخي للناس انه ما بس هي منح انما انت بتقود الزول في الكارير باس بتاعه في حياته عشان يبقى زي ما الثورة كانت ميلاد جديد للناس المبادرة دي تكون ميلاد جديد على المستوى الشخصي للناس ديل في انه تأسس لهم حياة جديدة قد تكون أكاديمية وقد تكون مهنية ما معروفة. عشان كده بتخيل إنه الناس تهتم بعد ما تجمع المعلومات دي وتبدأ تعمل لها أناليسز وقد تقوم تقابل الناس بشكل مباشر في انترفيو لهم وكده وبعد بتبقى في جلسات بتاعتين إنك تديه الأدفايس المشورة المناسبة له في حياته وعلى ضوءها بيبقى بعد ذاك المنحة في أي اتجاه هل في اتجاه أكاديمي ولا في اتجاه مهني والأهم إنه هي ذاتها تتوسع الحاجة دي بتفاصيلها بالإضافة للتوثيق العام المنهي. أنا زمان كان عندي مقال كده اسمه نحن والزهايمر الشعبي باعتبار إنه عندنا ضعف في التوثيق لدرجة إنه في النهاية الليلة لو جينا نتكلم عن حصل شنو سنة 64 ولا 85 بنتغالط وسبب الغلاط إنه الحاجة ما موثقة. فإذا ما وثقنا للحاجة دي بعد 20 سنة حنتغالط وحيجوا ناس يدعوا إنهم هم العمل وعملوا وإنه لهم بطولات وهمية ما لم يكون فيه توثيق حقيقي. الأهم من ده إنه التوثيق الحقيقي ده يا أخوانا بداية لشغل كثير جدا. يعني ليلة لو مسكنا مثلا في السينما العالمية كمية الأفلام اللي اتعملت عن الهولوكوست جات من وين؟ بغض النظر عن رأي الناس فيها الحصل إنه يتعمل توثيق للناس الناجين منها حكم. التوثيق ده في النهاية بيجا انترناشنال لايبراري من خلال جو شعراء وجو فنانين بتاعين ميوزيك وجو مخرجين سينمائيين تحولت من المادة الخام دي لأعمال ضخمة جدا. يبقى التوثيق لليوميات اللي بتحصل هنا بعدها ممكن تكون مادة خام لكمية من الناس حتيجي تشتغل على الحاجة دي. قد تكون أفلام قد تكون قصص قد تكون روايات قد تكون وده بيبقى التخليد الحقيقي للحاجة اللي بتحفظها عبر السنين وبعدها ممكن تكون مادة لأفلام وثائقية فالناس ما تفرط في حقها التاريخ الآن في الإنجاز ده. فحتة مهمة جدا لأن أنت ما بتتكلم عن نفسك أنت بتتكلم عن أنت بتبني الآن لأجيال قادمة والمعلومة كل ما يمشي الزمن بتاخد قيمتها التاريخية وبالتالي بيبدأ حتى المبادرة دي يجب أن الناس تحرص أنه توثق لها بتفاصيلها زي ما قال بروف شريف. يعني ممكن بعد كده النفق ده جنبه ذات يكون في حاجة تاريخي مكتوب فيه كل الناس اللي شاركوا في الحاجة دي الناس اللي ضاعوا بالضبط كده ضاعوا. فبيبقى شيء مؤلم جدا أنه نحن بنكون ظلمناهم يعني في أنه الناس ما تخلدوا وبالتالي الناس متخيل نفسها انها لاني حافظ الحاجات دي حتقعد ما لم يكون في مجهود حقيقي بروفيشنال للتوثيق للحاجه دي. وفي ناس بيشتغلوا الشغل ده بطريقه بروفيشنال لحد ما يبقى في يوم من الايام عندنا متحف للثوره عندنا مكتبه للثوره ومن خلاله بعد ذلك بتيجي الاعمال الفنيه والاشياء اللي بتعمل تخليد حقيقي للحاجه دي. شكرا جزيلا. كويس.
كنت مع الودية. كنت بالنسبة للتوثيق يعني واحد من الحاجات اللي أنا عملتها يعني كنت بمر على المتاريس وأصور المتاريس نفسها يعني. في بعض الناس بعيونك كده دوم النيون ده ولا شنو يعني. الغريبة بعض المتاريس يا سيد كسرت كويس مع الحاجة اللي حصلت دي كده ما فيش يعني. لكن عندي صورتها يعني يزيلت يعني. فشنو فالاهتمام بالتوثيق زي ما ذكر الدكتور طارق واحد من الحاجات اللي احنا ضعيفين شديد فيها يعني. أتمنى بأنه اللي يحصل change of attitude وبعدين ايفن على مستوى الشخصي بتاعكم انا بذكرت لكم معلومه مهمه شديد يعني. يعني كلكم بتوسعوا بتستعملوا الموبايلات بتاعتكم وكده لكن انا اقول سي مبي 90% منكم يعني في وقت من الاوقات التليفون بتاعهم ضاع بكل الصور بتاعتكم كويس يعني. ده لانه ما في توثيق بروبر يعني المفروض تنقل الصور وتحتفظ بها وتعمل لها archiving كل ده بالاحداث المختلفه بالسنين المختلفه وكده يعني بس انه الواحد يقدر يوصل للمعلومه بسهوله. فضل. شكرا يا بروف. استاذنك بس اخذ لحظه في نقطه بس انا حبيت اضيفها لكلام دكتور انور. المبادره دي يا جماعه نحن محتاجين لها مصمم يعني زول عمل لنا لوجو او بوستر والحمد لله لقيناه يعني في واحد اسمه استاذ محمد نابون يعني من المنبر ده انا بحييه يعني ان شاء الله يكون بيشاهدنا في اللايف حاليا. ممكن اكلم انا ويعمل لنا تصميم كده ظريف جدا جدا يعكس الروح بتاعت المبادره دي. فإن شاء الله يعني حتكون الحكاية دي جميلة وحتكون كويسة خالص خالص على السوشيال ميديا عموما وحنعمل لها إن شاء الله إشهار بطريقة ممتازة يعني إن شاء الله. فالتصميم بس أنا حبيت أنبه الناس للحاجة دي يعني اطمئنوا تماما يعني إن شاء الله في تصميم للمبادرة دي وفي شغل جميل حيجي إن شاء الله تعالى. تفضل. السلام عليكم. أحمد هاشم عبد الله زين. أنا والله يا أخي يعني هتكلم في جزئية واحدة بس بتاعت التوثيق. نحن مفروض يكون مثلا عندنا حكاية بتاعت حاجة بتاعت اسم الفيلم الوثائقي. الفيلم الوثائقي ده يكون من يوم 19 ديسمبر لأن كل الفيديوهات اللي تصورت من الشباب أي حاجة أي شهيد أي زول اعتقل أي زول الحاجة دي لما تكون في شكل فيلم وثائقي تتخطى في اليوتيوب تاني ما هتتنسي وهتكون مرجع لأي زول يعني ما عاصر الحاجة دي. فما هقدر اضيف اكثر من هيك. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. طبعا طبعا هنا بيجي الدور يا جماعه بتاع الاعلاميين والناس اللي شغالين في الشغل بتاع الفنيات والحاجات بتاعت التصوير والحاجات زي دي. وطبعا احنا زي ما عارفين انه الثوره دي من بدايتها كانت ثوره جماعيه يعني اي زول شارك بالحاجه بيقدر عليها يعني اي زول شارك بالحاجه بيقدر عليها. وهنا طبعا الناس اللي عندهم المقدره بانه يعملوا النوع ده من الشغل انا بفتكر بانه عليهم دور تاريخي يعني حتى لو الناس نسيت هم المفروض يتذكروا بانه الشغل ده شغل مهم ومفروض يتعمل. انا اي هوب بانه يكون في لجنه عليا كويس تابعه للثوره سموير اي هوب بانه تكون موجوده ويكون في توجيهات او يكون في يعني في تاسكس محدده للناس على مستويات مختلفه يعني لانه الشغل ده يتوسع بطريقه صحيحه يعني. تفضل تفضل. السلام عليكم. انا عبد اللطيف هو يعني واحد من الناس اللي ابو سعودي ناس الجهاز الامني ودوني المكتب هناك على سبيل انه انا قاعد اجمع بيانات وكذا وهي صح يعني الحقيقه بجد يعني المفروض اكون شنو منسقه ومنسقه اكثر من كذا. الحقيقه اللي حصل لي والواعيين انه شنو في خلال انه انا قاعد اجمع المعلومات ان شنو الناس دي يعني عندها شكوك وعندها ردود وحتى ان شنو انا الفورم المستخدم وقاعد املا به البيانات بطيئة شديد او عندك الابلود بتاع الصوره وعاوز يعني انه شنو الناس تحاول يعني تشوف لنا ابلود كويس يعني او يعني يكون في شبكه للناس اللي بيجمعوا المعلومات دي على اساس انه شنو الحكايه تتم بعمليه سريعه كده. وثاني حاجه الناس قاعدين بيسالوني انت والي يعني انا قبان معاجي هنا برضه كنت قاعد املا الفورم بيسالوني انت والي هل المنحه دي مؤكده 100% وثاني حاجه هل هو ممول كاملا ولا لا ولا كده. وثاني يعني انه سيتو بتجمع بيانات شنو يعني كده حصري وكده بيانات اوليه وكده فهل ثاني نحن حيكون عندنا يعني معين انترفيو حاجه كده يعني في اسئله كثيره يعني فهمت. حتى يعني انا بجد فهمت يعني انه خلال انه قاعد اعمل الحاجه دي ودايما باقي الا اتدقى عليه يعني بجد فهمت. بس الحمد لله قدرت انه شنو اتفاهم مع الناس زي وشنو يعني انسحب مني شنو الحكايه دي بجد يعني لمصلحتنا كلنا ما لمصلحه زول معين فهمت. يعني حتى الحكايه دي لو جايه من
ناس مهندسين وكده ما صح يعني ما بيجوا بدوك شنو الفكر كده ما دارين يساعدوا بس انه في 30 سنه ما ساعدونا انت كيف انه يساعدونا في يوم وليله صعبه شديد فالحكايه قلنا بجد الناس تتمنوا كده ما اكثر ما عندي حاجه اكثر اقوله متشكرين شديد وبشكر احمد ذاكر بجد يعني هو ما شاء الله يعني اكتف شديد في الجروب ما شاء الله في داني ناس برضو ناس حاجر وميساء وميمي المهم الناس كده ما شاء الله اكتف شديد وبشكر يا عرف شريف بجد ثانك يو شكرا جزيلا طبعا احنا بنتفق معك اتفاق كامل بانه وانا افتكر بذاته يعني كون الناس يعني بكونوا يعني رافضين الفكره بتاعتي انه يديك معلومات يعني بالنسبه لي ده مؤشر كويس يعني الناس عندهم حس امني وكده طبعا عشان كده بيجي الدور بتاع الاعلام انت اذا الناس عرفوا الان والله يا اخي في حاجه زي دي والاغراض بتاعتها واضحه وانت عشان تكون يعني 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 يعني, يعني جست الدافع بتاع التوثيق دي ممكن يكون دافع مهم خالص بين الزول لانه براوي يجي عشان يسجل يعني كويس الدافع الثاني اللي هو بتاع بتعين والله يا اخي في احتمال بانه نديك نساعدك يعني ده برضه دافع ثاني لكن المعلومه دي لازم تصل للنازل لازم تصل المعلومه في الاول بعد ذاك الزول زي ما قلت لك بنفسه بيجيك انا بذكر كان في فكره في في في, في الايام الاولى بتاعت الاعتصام يعني من الجماعه اللي شغالين في الشغل الاعلامي كانوا قاعدين هناك في دار الخريجين فكان الفكره بانه عاوزين يعملوا يعني لوحه طويله شديد يعني مش لوحه انما لافته طويله شديد كويس وبعدين الناس بس يكتبوا اساميهم كم بسموها دفتر حضور كويس يعني اي زول بيجي بس يكتب اسمه يعني وقع بس يعني يكتب اسمه فلان الفلاني ما بي ساكن وين كويس انا بفتكر بانه دي كانت فكره كويسه شديد لكن ما رات النور يعني انا شخصيا لو قال لي والله يا اخي مثلا حيكون في اللافته دي وانت بس تمشي تسجل اسمك بجي جاري عشان امشي اسجل اسمي في لانه ده تاريخ يعني انه والله اسمي موجود في الحته الفلانيه يعني اوكي فشوف المعلومه اذا وصلت للناس بالطريقه الصحيحه حتى قبل ما انت تمشي لهم بعده هم براهم بيجوك يعني كويس يكونوا بالدافع وتدافع على سنه يعني يسجلوا معك فالدور بتاع الاعلام هنا وفينا طبعا الاخ هنا من الاعلاميين يعني هو يعني حيكون طرف معانا في الشغل ده وده بالاضافه لانه يكون عندنا مخاطبه على المستوى بتاع المنصه maybe I don't know maybe على المستوى بتاع التجمع نفسه يعني خدتوا لنا حاجه كده في الصفحه بتاعتهم يعني why not يعني اذا احنا قد وصلناهم ووريناهم بانه ده الغرض من الحكايه دي فطبعا حاجه لو نزلت في صفحه زي دي ما اظن يكون عندنا مشكله ثانيه لانه الحياه المنشورات بتاعه التجمع يعني في بعض الجهات المنشورات بتاعتها التوزيع بتاعها عالي شديد يعني فدفنت بتصل لمعظم الناس فنحن وهو بانه نلقى الاليه المناسبه في الايام الجايه بانه نقنع الناس بانه ما يتخوفوا ونوريهم بانه منو من الناس الحقيقيه ما بي نعمل لسه حتى لاسماء الناس يعني ما في حاجه تمنع بانه دي القائمه بتاعت الناس اللي حيمروا ويسجلوا الناس او ما بي لو كان التسجيل اونلاين ده بي بي يعني بيشيل منها جزء كبير من الـ من الـ من الـ من, الـ من اللود العالي من شكرا جزيلا في مداخله يا شباب اي زول عنده راي قاعد يقول السلام عليكم معكم ميساء احد اعضاء المبادره فانا من الناس اللي طوعت اني اجمع المتاريس وبالتحديد متاريس بوري لاني اشتغلت في البدايه في المدارس وفعلا اصعب مهمه في الميدان هي التامين انا اسبوع ما قدرت اكمل لانه الموضوع ده فيه شمس وقاعده وانت تجي من الصباح تصب بيها لحد المساء وانك تلقى زول بديل لك عشان يقعد في التأمين ده صعب جدا وبتواجهنا فعلا مشاكل كثيرة في التأمين يعني انت بتجي داخل الميدان بتتفتش تفتيش دقيق بيكون في زول شايل مطوة سكينة يعني واجهنا كثير من الأمنجية اللي بيجوا داخلين لحد الميدان فبجد يعني حتى التأمين دي أصعب مهمة في الميدان وقبل كده بترحم على رواح الشهداء اللي ماتوا في المتاريس وعندنا مبادرة كده حقت شهداء المتاريس وإن شاء الله حنبدأ فيها برضو والمصابين فحاجة
حابة أشكر الأستاذ والدكتور أنور والدكتور شريف في المبادرة دي. هي فعلاً إحنا محتاجين للوعي التعليمي في السودان، دي الحاجة الناقصانا. يعني أغلب الناس بتصل لتالتة ثانوي وبتوقف، في ناس ما بتصل أصلاً المرحلة دي لأنه كان غايب عندنا الوعي التعليمي. في ناس في الخرطوم وللأسف حتى المدارس دي ما بيقدروا يدخلوها. فالمبادرة بجد تمس حاجة شديدة، يعني مشكلة في المجتمع السوداني بالتحديد، إنه الناس دي ما متعلمة وهي مشكلة فعلا يعني كبيرة. التعليم بيبني المجتمعات، لكن في 30 سنة للأسف دمروا التعليم شديد. نحنا ناس يعني الجيل ده ما تعلمنا صراحة، ما تعلمنا، قرينا جامعات وكده لكن قرينا التاريخ ما قرينا، ما يعني ما قرينا بالمستوى المطلوب، ما مستوى العالم الخارجي، فما مؤهلين حاليا الفترة الجاية عشان نتوظف ولا كده. ففعلا محتاجين لمبادرات زي دي، إن شاء الله نكون قدر المسؤولية ونقدر نجمع المعلومات أكثر. تفضل يا دكتور. السلام عليكم، أنا محمد المهدي المدير الإداري لميديا بريس. سعيد جدا الليلة أكون معاكم في الجمع الجميل ده. أنا داير أتكلم عن جانبين، الجانب بتاع التوثيق والجانب بتاع المنح الدراسية. الجانب بتاع التوثيق ده فيه جوانب كثيرة ما شايفينها، يعني الثورة دي ما الناس اللي بيهتفوا هنا ديل أو الناس اللي بيكونوا في المتاريس أو الناس اللي شايفينهم بيننا. الثورة دي فيها تفاصيل دقيقة ما شفناها، من قامت من الأحياء لحد ما وصلت القيادة هنا واحتسام القيادة، في كمية من التفاصيل الغايبة من الناس في لجان الأحياء كانوا بيعملوا في شنو، يعني بيصنعوا في الثورة دي كيف، نحن ما شايفينها. فحاليا أنا شخصيا بديت أوثق لحلقات زي ده، الناس اللي احتغلوهم في السجن قالوا لهم شنو، التحقيق كان كيف، يعني مفترض نعمل لقاء مع عدد من المحتغلين نشوف انه العقلية دي كانت في السجن بتتعامل كيف مع جهاز الأمن. ففي حاجات كثيرة ما موجودة حاليا أنا بديت أمنتج لها في حلقات على أساس انه تعرض للناس بصورة أوضح وبصورة أفضل. طيب الجانب الثاني بتاع المنح الدراسية، فقبل كده قدمنا عدد من المنح الدراسية لمجموعة الباحثين، وحاليا قاعد اتناقش مع دكتور أنور في الموضوع ده. فطرحنا عدد من القضايا المهمة في الحتة دي، فمن ضمنها قلنا انه الجانب بتاع المشردين لازم برضو مثلا ناخد عينة معينة من المشردين ونديها تعليم كامل، يعني نهتم بها اهتمام كويس لحد ما تطلع كنموذج للمجتمع كويس، وبعد ذلك ممكن الموضوع ده يتوسق ويكون في شكل حلقات عديد كده انه الناس ديل حصل شنو لحد ما مروا بالمرحلة الأخيرة. طيب الحتة الثانية داير أتكلم عنها عن موضوع غير المنح، موضوع الماتيريال. يعني في ناس مثلا نحن في الخرطوم عموما كده كشباب الانترنت متوفر لنا، وفي ناس ما متوفر لهم كويس، في زول بيقرأ هندسة بيقرأ طب بيقرأ اقتصاد، داير حاجات من الانترنت، داير مراجع داير فيديوهات كده، الحاجات دي ما متوفرة له أو ما بيقدر ينزلها نسبة لسوء الانترنت أو ما عنده قروش. يعني في اليوم الزول تلقاه بنشط 200 ميجا بايت، 200 ميجا بايت دي بس تخش بها فيسبوك وواتساب. فحاليا بديت اجمع داتا، انا ما حقدر طبعا اكون ملم بكل العلوم، حاسوب طب هندسه كده، فانا الانترنت متوفر عندي ما عندي فيه مشكله. في الشهر تقريبا بنشط حوالي 200 جيجا، ال 200 جيجا دي في 150 جيجا تقريبا منها او 180 جيجا بتمشي ساري. فهسه حاليا بديت شغل انه انزل فيديوهات للطلاب بمختلف مستوياتهم، لو اساس او ثانوي او جامعه وبمختلف كلياتهم، انه تكون في داتا متوفره في كل الولايات. مثلا الزول في كسره، الزول في الجنينه، الزول في كوستي يلقى الحاجات دي. مثلا في طالب حاسو في كوستي داير فيديوهات ما عنده انترنت، والله يمشي لفلان الفلاني ده في المبادرة كده كده كده، عنده الداتا دي كلها يمشي يشيلها ويديها للناس اللي معه. فأنا حاليا بفتش في شباب انه يقدروا ينزلوا الحاجات دي، يعني يجوا هناك ويخشوا الانترنت وأي زول حسب مجاله يقوم يجهز الماتيريال دي.
ما حاجة مكلفة أعتقد. فالموضوع ده شوية كده ترتيب ومتطوعين، وإن شاء الله الأمور كلها تزبط. وموضوع المنح حاليا قاعد أنسق مع دكتور أنور على سن نشوف العددية، وفي برنامج تاني بتاع القيادات الشابة برضو حاليا قاعدين ننسق فيه، فإن شاء الله لحد البرنامج ننسق بصورته الأخيرة، بعدها هنطرح البرنامج للشباب بإشراف البروف. شكرا جزيلا. تفضل. طيب السلام عليكم ورحمة الله. طبعا عندي فكرة عن الموضوع كده الليلة طرحته وزي بيجينا أعضاء في الجروب، لكن الكلام اللي قلته تفضلت به، الكلام اللي تفضلت به رميساء أو حلي بمداخلة، الحتة اللي انت قلتها بتاعت التوقيع في بورد كبير وكده، طبعا يعني ده اتيتيود او تقليد يعني معمول به في المجتمعات البرة وحتى في كل الانشطه بتاعتهم، يعني مثلا في افراحهم بيعملوا الحاجه دي، ولما يكونوا يفقدوا ناس كده when they want to express their condolences يعني للمفقودين وكده بيقوموا يوقعوا انه فلان جا ومعها عباره كده بتاعت تعزيه او عباره بتاعت تهنئه او كده. انا شايف انه ما دام المعارف البشريه دي يعني اول طرق تعلمها هو التقليد والشف يعني، فما في مانع ان نعمل حركه زي، لكن سودينا نعمل حاجه كده نشوف يعني حاجه جميله حتكون. طيب بالنسبة للقاعدة بتاعت البيانات اللي هي المفروض نجمعها للناس الراغبين في عشان يتلقوا المنح، أنا شايف يعني عندي رأي داير أقوله إنه أفرض إنه مثلا الحضور ده ضربناه في 10 وكانوا قاعدين كلهم، عملنا لهم فرز أولي كده وتصنيف على أساس الرغبات مثلا، خلاص يعني 40 نفر 50 نفر راغبين في كذا من مجال تخصص معين وعندنا اليوم كذا من المنح، خلاص جايز بعد ما يخلص الفرز ده يكون لسه في ناس وفي منح، فدي حنحلها كيف؟ نحلها بانه نشوف ال يعني نفرض انه نحن وحده كل البلد بيدعين لنا مثلا او كل الاعتصام ده قاعد يعاين لنا على اساس اننا حنكون موديل بالنسبه لهم عشان يعني يطبق يعني، وفعلا دي بتجيب لنا النقطه اللي انت تفضلت بيها اللي هو نحن محتاجين انه يعني احد اذان التجمع المهنيين والحريه والتغيير لازم يكونوا حاسين بوجودنا وبنعمل فيه، ودي بتوديني لنقطه يعني انا شايف انه معظم الناس زي بيدفنوا رؤوسهم منها، انه اي دو فيل انه في جاب بيننا هنا مثلا بين مبادرتنا دي وبين فوق مثلا البورد بتاع التجمع المهنيين وقوى الحريه والتغيير. We have to fulfill this gap as soon as possible. لأنه يعني مبادرات زي دي وأفكار زي دي ممكن تتاخد نموذج وتتطبق تعم الاعتصام ده كله وبالتالي السودان. ما لأن ناس شغالين بمهنية وبتخصصية عالية. مش كده؟ حنوفر 100 أو 200 فرصة على حسب الرغبة وعلى حسب يعني حاجة البلد، يعني احنا مثلا بلدنا فيها ديفكت بيجت في كذا وكذا وكذا. بالمناسبة الأنشطة القائمة في الاعتصام في الشهر ونص ولا الشهرين ديل تنفع لقدام، تكون أساس لأننا نضع دستور للبلد دي، واحد اثنين أساس لخطة بتاع التطوير والتنمية. على فكرة ما نستهون بالحاصل ده، الحاصل ده هو اللي حيكون عليه السودان إلى ما بعد الفترة الانتقالية وما بعدها، اللي هي بنطمح إنها تكون يعني من أولى إنجازاتها إنها
يعني تزيل الحاجز بتاع الفقر والإشكال المادي الضارب الطاحن اللي خلى الناس تمرق، يعني الناس تحس بالاطمئنان المالي والاقتصادي، وتحس بأنه في حاجتين تاني مهمات لازم يدعملوا في الفترة الانتقالية دي زي ما أنا شايف، اللي هما المظالم ترد لأهلها على وجه السرعة، لأنه ده هو سقط عمر البشير، الظلم الاجتماعي اللي مارسه في 30 سنة والإحالات الصالحة العام دي هل سقطته عجل الدول حق الناس ربنا ما بخليه. الحاجة الثانية المفروض ننجزها الموضوع بتاع لأنه في النهاية ممكن فضلت الأخت بتكلم عن جيلهم إن هم أكتر جيل اتظلم، لأنه نمرة واحد أنا تكلمت عن الموضوع ده في 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 منبر تاني، إنه أول ما استهدفوا الجيل بتاع هو بداية التسعينات لحد بداية الألفينات المواليد ديل كلهم غيروا لهم المنهج الدراسي اللي هو العهد العسكري السابق اللي ده اللي هو أيام نميري أعطى العيش لخبازه، هو قام جاب دكتور مقدين صابر فيما أعلم في المعلومة يعني، ووضع مناهج تجاوزت المنهج بتاع الأربعة أربعة أربعة أفتكر كان كده إلى ستة ثلاثة ثلاثة، يعني دي ما خطة بتاعت لعب كرة قدم يا جماعة، يعني أنا بنتمي للجيل اللي قرى المنهج ده، يعني اللي هو ستة ابتدائي ثلاثة متوسط. الناس دي عملوا شنو في الأجيال اللي حاول يعني انتهوا منها؟ حرموا الناس دي من الجيل بتاع من المرحلة بتاعت المتوسط كلها، ودي المرحلة اللي بتشكل فيها الشخصية، المرحلة اللي بيراهق فيها الزول وبتتشكل وبيصل لمرحلة التوازن النفسي ويمشي للثانوي العالي زول متوازن، إضافة للمناهج ذاتها اللي هي ضربت. يعني أنا واحدة من الأمثلة اللي انتوا عارفينها وحاسين بالوجع أكتر ناس موضوع المنهج بتاع اللغة الإنجليزية اللي هو سموه سباين، سبحان الله ما لقوا إلا كلمة سباين يسموا بها المنهج بتاع اللغة الإنجليزية اللي هي اختصار لـ SP ما عارف INE حيات كده مش كده. كلمة سباين في اللغة الإنجليزية تعني شوكة، وأنا بال شفته أنا بمقارنة بالناس اللي تلقوا تعليم قبل كده وبرا السودان، الناس زي طعنوا اللغة الإنجليزية طعن نجلاء بالسباين ذاته، وبيجوا الناس يتخرجوا يمشوا على الجامعة ما عارفين أي حاجة، لأنه الزول اللي بيدرسهم بيجي خدمة وطنية بيكون هو زهجان وما عنده المجال ما حقه أصلا يدرس الناس زي ما تجي ويضيعهم، لأنه اللغة الإنجليزية الركب الأساسي عليها الزول الأول اللي بيدرسك هو البضعة اللبنة الأولى، يا حببك فيها يا طفشك ليوم الدين. ثاني مهما حاولت قريت جامعة ومشيت جامعات عارفين الحاصل فيها طبعا ما فيها يعني مناهج يعني كلها شيتس يعني بتاعت اللغة، اللبنة الأولى الفيرست بريك انتهت، لأنه ما في زول مؤهل حببك في المادة عشان تمشي انت تواصل عليها تكون الأساس بتاعك متين. فعلاقة دبل انه المبادرة دي مفروض يعني تفرز الناس، انا قلت مفروض الناس يتفرزوا على اساس شنو، مثلا يعني في ناس حابين يدرسوا لغات فلازم يعني يتفرزوا هم كم والمستوى بتاع مستوياتهم متحدد عبر يعني بليسمنت تيست يعني امتحانات تحديد مستويات على اساس انه ده ينفع في كلاس 1 ده كلاس 2 ده كلاس 0 ده كلاس كده، يعني ما كلهم حيكونوا. وبعدين الموضوع ده يا جماعه ما فيه خجل، يعني لا حياء في العلم مش كده، وميمان لا يتعلمان، يعني الليلة أنا لو الإنجليزي بتاعي تعبان أخذ البليسمنت تيست أو الامتحان بتاع القدرات لو لقيت روحي في المستوى المعين أبدأ فيه، لأنه ده الأسلوب الوحيد اللي حيخليني أتطور كذلك في المجالات التانية. فأتمنى إنه الإحساس عندنا بإنه في جاب غير مقصود هو لأنه الأحداث متسارعة بين هناك في المبادرة وبين تجمع اللي هو شايل شيلة كبيرة وربنا يعينهم يعني على اللي قاعدين يعملوا فيه والقوى الحرية والتغيير، لكن ما مفروض يكون في إحساس بأنه في قابل، لأنه أنا شايف أنه ما في أثرى ولا أغنى
من حيث الموارد البشرية المختلفة اللي ممكن تدور السودان ده كله ليوم القيامة من الناس اللي قاعدين في الاعتصاب. دي قناعتي الشخصية كده. أتمنى ذلك، والمبادرة دي أنا شايفة يعني حاجة very promising، وإن شاء الله حتكون يعني. شكرا جزيلا يا أستاذ، إن شاء الله كل النقاط بتاعتك نأخذها في الاعتبار إن شاء الله. في مداخلات ثانية؟ السلام عليكم ورحمة الله. محمد إبراهيم. في الحقيقة أنا متابع المبادرة من طرحها الأول، طرحها دكتور أنور، فدي حاجة جميلة شديد وبترفع البلد والله كثير. بما أنه المبادرة هدفها الأول كان الناس الموجودة في المتاريس وعلى النفق، أنا من وجهة نظري الشخصية الناس اللي يكونوا بعد ديل أولى للمنح، أولى بعد ديل، بشوف إنه ناس المبادرة تمش الجامعات، في نوابق في الجامعات، في الدفعات كلها، في 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 ناس ما شاء الله تمام، لكن بتغزيل حكاية القروش، تغزيل حكاية القروش إنها تتقدم لقدام تمام. فأنا بشوف ديل في المرتبة الثانية بعد الناس المتارس طوالي، يعني الناس لو ساعدتهم هيودوا البلد لقدام ديل، لأنه نحن تعليمنا بجد تعليمنا في الحضيض الآن، في الحضيض الآن أحسن الناس دي لو طلعت برا دي حاجة أفضل. حاجة تانية المفترض يستهدفوا برضو بعد أيام هيكون في إعلان للنتيجة بتاعت الشهادة السودانية، أنا شايف ديل برضو، ديل برضو أولى إنهم الناس توفر لهم منح برا. أيوة نحن دايرين التعليم هنا، لكن وقت تتصلح داير زمن، هس عدين نبدأ بيهم الناس تساعدهم الأساس إنهم يمشوا يطلعوا برا ويجي ينفعوا السودان. أنا بوديهم لكن بشنو؟ بربطهم بمواثيق، ما أنا ما بخليك تمشي عشان تاني ما تجيني راجع، أنا بعمل لك المنحة لكن تجيني راجع كده تمام بموثيق عشان تقدر تجي شنو؟ نحن نأمن إنك إنت تجي حتفيد البلد. دي من الحاجات المفترض الناس شنو؟ تبني عليها. زيادة على ذلك موضوع خارج ده، يعني أنا بنبه للدكتور البروف شريف وهو واحد من الناس هندسة وعارف عارف المشاكل الموجودة في كلية الهندسة كلها. يعني المبادرة يا ريت إنها تعمل مؤتمرات للتعليم، يعني ما المبادرة دي بس، أنا اتكلمت الكلام ده مرة اقترحته في المؤسسة بتاعت الباحثين، إنهم لازم يرجعوا يعملوا تقارير لكل الكليات، أنا بتكلم عن الجامعات المستوى الجامعي. زيد على ذلك المستويات الثانية مثلا الابتدائي والثانوي، محتاجين أن إحنا لمؤتمرات لتقييم التعليم والمنهج، دي حاجة مفروغة عنها تمام. والأسوأ من كده جامعاتنا دي سيئة شديد تمام، بالذات الجامعات الخاصة، هي الحكومية معانية لكن الخاصة يعني دي حاجة تانية عديل. أنا واحد من الناس تخرجت من سو جامعة، تخرجت شهر 10 المضى، اتفاجأت بعد 6 شهور الجامعة قالت لي تاني ترجع لأنه ما أخذت عندك لابات، قال ما أخذتها. طيب أنا نفس اللابات ونفس الحاجات دي أخذت، الدفعات اللي قدامي كانت ما أخذتها، اللي عرفناه هو إنه الجامعة دي كانت بتدفع في التعليم العالي، بتدفع في المجلس الهندسي، بتدفع قروش بتتمرر. حدثت الثورة في تغيير داخل التعليم الآلي، الزول اللي كان بيغطي على الظهر اتكشف تمام، يعني دي نقاط، يعني في دفعات اتخرجت قبالي حقها كان ضايع تمام. يعني أسوأ ما حصل في ثورة التعليم الخاص، أسوأ ما حصل. أنا واحد من الناس قريت تعليم خاص من الأساس لغاية ما تخرجتها، لكن أسوأ حاجة كانت في ثورة التعليم الخاص. لابد الناس تراجع الكليات تمام. أنا بتكلم من جزئيتين لأني أنا مهندس بالذات، لأنه بروف شريف هو موجود في المجلس الهندسي وسوه بتاع اتصالات وأنا ذاتي بتاع اتصالات، يعني محتاجين مراجعة شديدة. يعني أنا بتكلم في 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 في, في نفسي ذات زول اتصالات فالدين طلعنا ولا شيء، يعني إحنا طلعنا ولا شيء. فهذه الحاجات اللي أنا داير الناس تشتغل فيها للفترة الجاية، لأنه البلد دي غير التعليم ما في حاجة بتودينا، محتاجين نحل التعليم، محتاجين لوقفة بجد. فبخلي الفرصة لدكتور شريف ممكن. شكرا جزيلا. طبعا هو طرح نقاط كثيرة جديدة يعني وكلها مهمة، الموضوع بتاع التعليم انا قبل علقته كان في
في الفورم بتاع الانجليش لانجويج عن التعليم والحال المتوقع بانه يعني تكون في ثوره كبيره جدا جدا في ما يخص التعليم وفيما يخص الصحه برضه. يعني دي اكثر قطاعين انا في نظري كانوا انضربوا ضربه قويه يعني في خلال ال 30 سنه بتاعت الانغاز. انا اجري وزيو بانه في مشاكل كثيره وهوفلي ان المشاكل تتحلى يعني، لكن ديفينتلي ما حتتحلى بين يوم وليله، ودي عاوزه برنامج برنامج طويل يعني عدد من السنين. والوضع بتاع الجامعات ذاته انا ما بقدر اعلق عليه لانه ده موضوع كبير يعني، لانه الجامعات الخاصه طبعا موجوده الان وفيها طلاب وكده، فما بتقدر بين يوم وليله انت تغير اي حاجه. فشوف الموضوع شائك ومعقد يعني، لكن هوفلي الناس يكون عندها الرغبه الاكيده بانها تمشي باتجاهها الصحيح ان شاء الله. طيب اخر مداخله، كويس اخر مداخلتين لانه الاثنين قلت في وقت واحد لانه الوقت يتاخر شويه. تفضل. السلام عليكم، اسمي هارون الرشيد. اول شيء بشكر مبادره الباحثين السودانيين على المبادره دي، حقيقه مبادره طيبه. الكيزان حقيقه دمر التعليم على مستوى 30 سنه وصل للحضيض، فانا هخش في الموضوع بشكل مباشر. المبادره هي كانت في البدء تستهدف الناس القائمين على المتارس وعلى النفق، فانا من وجهه نظري حقيقه بشوف انه في فئه تستحق المنح الدراسيه دي في وجهه نظري بشكل اقوى، اللي هم منو؟ اللي هم اغرباء الشهداء من الدرجه الاولى. انا اذا كنت شهيد مثلا وجات المبادره دي، عندي اخوي اصغر مني او اختي وقدمت لهم منحه دراسيه، حقيقه انا حكون سعيد. وانا اذا واقف هنا وجاتني طلقه وانا عارف انه المبادره دي ثاني يوم ممكن يكون اخوي الصغير ياخذ منحه دراسيه، الحياه دي ممكن تسعد الشهيد في قبره وتسعد امهات الشهداء، ودي اقل حاجه الناس ممكن تقدمها للناس اللي بذلوا او ضحوا بدمائهم. فانا بفتكر انه الناس تشوف تقريبا الشهداء من الدرجه الاولى ونشوف ان هم الكواليفايد ويتم دراسته، وهم سهلين طلعوا يعني ممكن نحصرهم بصوره سريعه جدا. وشكرا لكم ونتمنى لكم التوفيق. شكرا جزيلا. شكرا لك. السلام عليكم، مساء الخير. شكرا لبروف ودكتور انور وكل الغايمين شباب، وسعيد احمد تكون معانا ان شاء الله. الحاجة اللي احنا ممكن نركز عليها انه طالما بدينا بالمتاريس وعلى النفق، لو ركزنا وزبطنا الامور والناس دي اللي جينا لهم فرص ونفذنا يعني، بعد ذلك لقدام باقي الحياة اللي طرحت كثيرة دي ممكن نمشي بها لقدام. الحاجة اللي انا بديت بها الليلة انه اتعرفت على ناس المدرس بتاع اتحاد مصارف كشنو تعارف، طبعا لقيت حتتين انه هو يدوا معلومات دي كانت شوية متوجسين من الحاجة دي، لكن كنت اتعرفت عليه واحد منهم اداني رقم تليفونه وقال لي ما في مشكله، كل شباب ديل اذا محتاجين لي معلومات بيكونوا جاهزين. فالحاجه اللي ممكن احنا نعملها كشباب شغل عملي يعني نتعرف على الناس دي اول حاجه، يعني ممكن احنا كشباب عادي ممكن نمشي لهم من غير ما يكون في لابسين زي معين، فالتعارف هنا سهل جدا يعني ما في مشكله، وكنت يعرفوكم ويعرفوا انكم انتم تابعين لاي منصه وكده، هم برامج الغايه ممكن تشيلوا رقم تليفونات وتتواصلوا معاهم على اساس انه لو دارين معلومات ثانيه اضافيه الحاجه دي سهله وممكن توصلوا لهم. دي الحاجة اللي ممكن نبدأ شغل عملي. أما الحاجة الثانية دار أعلق فيها المتطوعين ذاتهم، نحن ممكن شنو؟ يتدربوا بأسلوب معين لأنه هم الغاطرة بتاعت إنه يحركوا لكم شغل. أستاذ مهدي قال إنه هو فعلا محتاج متطوعين، فعلا المبادرة ذاتها هي ممكن شنو؟ تشتغل لك الشغل ده. ففي النهاية العمل التطوعي بيمشي مع بعض كله سوا. فحتة إنه نحن لو حركنا ديل بدوا شغل عملي هم اللي حيقودوا الشغل ده لقدام يعني. حتى حتة التعليم العالي المثلة تحت المشاكل دي، الشباب لو يتحركوا يعني لو حركنا تيم واحد 1000 نفر يشتغلوا الشغل لهم تلقائي بيكون عنده رد جميل. السودانيين كالعادة وفيين جدا بالمناسبة، حتة الرد الجميل دي سهلة جدا، انه يذول دربته وقلت له يا اخي انا بس دايرين منك انك انت كم شهر درب لك مجموعة وحنلدي مكينة، بيتعاون معه. فالحاجة اللي قدام بتمشي القطر بتاع عطبره زي ما هو جانا من هناك حيعم كل السودان خير وامان ان شاء الله وبالتوفيق يا رب. شكرا جزيلا. شكرا لك. الفرصه للدكتور عمر تختم لنا. طيب بالنسبه اخوان المقترحات اللي طرحت بتاعت انه الاولويه تكون لاقرباء الشهداء من الدرجه الاولى اللي طرحها اخونا هارون الرشيد، اخوان الكلام ده مشمول في المبادره
لانه الشباب اللي كانوا موجودين في المتاريس ربنا يتقبلهم اللي ارتقوا، والجرحى الموجودين حاليا في المستشفى ديل ضمن الناس اللي المفروض يتحصروا يعني. لكن مش كده وبس، اي زول موجود في متاريس ولا في لجنة خدمات في الاعتصامات الموجودة في السودان كله برضو المفروض يكون مشمول داخل المبادرة دي. زي ما قلنا انه المجموعة بتاع الباحثين السودانيين يا اخوانا ضخمة كبيرة جدا جدا، والناس فيها اصلا بطبيعتهم موجودين في كل السودان وبر السودان، فاي زول حيتحصر عبر الاستمارة بتاعتنا الموجودة اونلاين دي، اي زول حيتحصر هنعرف الحوجة بتاعته شنو، هتتصنف المعلومات وتتحلل، وهنبدأ مع الجهات المانحة اللي هم ناس ميديا بريس، كليات، جامعات والسفارات وكل الجامعات في العالم. بروفيسور شريف تخرج من انجلترا، انا تخرجت من كوريا الجنوبية، في زول تخرج من امريكا، ديل كلهم مستعدين يدعموا في المبادرة دي. فالحاجة دي اخواننا هتكون حاجة كبيرة جدا جدا، الحاجة دي احنا لازم تتوثق وناس الاعلام يساعدونا، لانه يا اخوانا ده ميلاد جديد، ميلاد يعني التاريخ امه جديد يعني، مش كده؟ يعني الاعتصامات دي الناس متعوده تعمل فيها شنو؟ الناس اللي اعتصموا قبل كده في رابعه ولا بتاع، الناس بس صابيننا وقاعدين صح؟ ما كان في شغل اكتف بتاع نفكر في الزول الشاب الجانا داخل الاعتصام وهو ما مكمل الثانوي بتاعه ولا ما دخل الجامعه ولا خريج ما عنده شغل. ما في زول كان بيفكر في حاجه زي دي في اي اعتصام ثاني as far as I know. فإحنا هسي بنعمل في حاجة we are envisioning و innovating لنيو فيوتشر للسودان. إحنا بنخطط للشباب لما يطلعوا من هنا ما يرجعوا للفراغ اللي كانوا فيه، ما يرجعوا للإحباط اللي كانوا فيه، ما يرجعوا لعدم التعليم وعدم الوعي اللي كانوا فيه، بالعكس يكونوا جزء من الإنتاج، العملية الإنتاجية والعملية التوعوية والتعليمية للسودان بتاع الدولة المدنية. لأنه إحنا لو طالبنا بدولة مدنية وأن إحنا ما جاهزين لها هنعيد إنتاج دولة الكيزان تاني، مش كده؟ فأخواننا بارك الله فيكم يعني على المدخلات بتاعتكم كلها للمبادرة الليلة. أن إحنا كل يوم بيكون عندنا اجتماع الساعة 8:30 بخصوص التقدم الحصل في المبادرة، وكل زول الموجود في الجروب بتاع الواتساب بيتحمل مسؤولية. هسي في شباب مهندسين قالوا إنهم حيفكروا في المشاريع الممكن يشتغلوا فيها الشباب الدار يشتغلوا، المشاريع الإنتاجية الدار يشتغلوا فيها بما فيها تدريب بتاع كهرباء للصيانة بتاعت الموتورات وإلى آخره، دي هتكون موجودة ضمن المشروعات المطروحة. فالمبادرة أخواننا بترحب بأي مدخلات منكم، أي أفكار، على أساس أنه لما تصاغ وتتشكل وتاخد اسمها وشكلها تكون مبادرة يحتزى بها ويتعلم منها العالم كله في أي اعتصام ولا في أي حركة بتاع التغيير، سلمية وحرية، سلام وعدالة، مدنية، خيار الشعب، حرية، سلام وعدالة، مدنية، خيار الشعب، حرية، سلام وعدالة، مدنية، خيار الشعب، حرية، سلام وعدالة، مدنية، خيار الشعب. الليلة تسقط بس رص العساكر رص، الليلة تسقط بس رص العساكر رص، الليلة تسقط بس رص العساكر رص. شهدانا ما ماتوا عايشين مع الثوار، الما ضمير خاين حالفين نجيب الدار، أستاذ كتب قصة، أحمد كتب قصة، قصة وطن شامخ نقراها للأجيال، معروفة للثوار محجوب رسم خارطة راويها بيدمه، أثبت بأنه شريف كل الوطن همه، نتلاقى في الثورة شايلين هموم جينا، مسلم على وزني حلفاوي فوراوي، ثورتنا منتظمة يا سائر استنى، أنا خطوي ديما معك، دم الشهيد ما راح، دم الشهيد ما راح، ده شهيدنا صوته هنا في الجنة روحه هناك، ده شهيدنا صوته هنا في الجنة روحه هناك. الليلة تسقط بس رص العساكر رص، الليلة تسقط بس رص العساكر رص، حرية سلام وعدالة مدنية قرار الشعب، حرية سلام وعدالة مدنية قرار الشعب، حرية سلام وعدالة مدنية قرار الشعب. الليلة تسقط بس رص العساكر رص. شكرا جزيلا لك. حسن ما مشيت.